حسن، انا ودي تسالون هتان وش اللي قدم. انتوا صراحه كاعلاميين ماني عارف، انتوا بصراحه انتوا ما تغيرتوا، رحت 5 سنوات ورجعت والاعلامي هو الاعلامي، ما تغير ابدا، كل همه جدد جدد. طيب قبل ما تسالني جدد، اسال اللاعب ايش سوى، اسال اللعيبه ايش سوى. يا جماعه ترى خربتوا اللعيبه انتم، ترى انتم خربتوا الكره السعوديه بهالشكل بهالطريقه. يا جماعه يجب الناقد ان يكون في الطرفين، الناقد يكون انتقد اللاعب ليش يطلب ملايين وهو ما يقدم شيء، لا تنتقد اداره النادي ليش ما تجدد. انا مجدد ومقدم عرض الهتان، بس لو استمر هتان والخيبري بهالمستوى بسحب عرضي بكل امانه. مصلحه الشباب فوق كل اعتبار، ما عندي انا يا تعطيني في الملعب اعطيك، ما تعطيني ما في. كلام هذا اقوله لهم وقلته لهم واقول لكم انتم ايضا اذا كنقاد او كاعلاميين خفوا عن الانديه شوي. لا تصبح قضية تجديد عقد اللاعب هي القضية، ما عندك سؤال تروح تسأل السؤال، لا اسأل واستفسر عن اللاعب اللي يستحق التجديد واللاعب اللي احنا يعني يجبرنا ان نجدد. عرفت معي؟ يعني مثلا تركي العمار يستحق سؤال انك تسأل عنه، والان قاعد يقدم شيء. هتان صراحة انا ابغى اجدد معاه وقدمت له عرض، بس الى الان ما قاعد بأمانة، ما جالس يعني يجبرني اني اعطي العرض اللي ابيه. عبد الله الخيبري ايضا نفس حكاية. ف يا اخوان افرزوا شوي وخلوكم منطقيين في في في، لا تضغطون على ادارات الاندية بالتجديد مقابل انه والله هرولة.